شعب أراد كتم صوته، وإذ بصداه يملأ الآفاق. صوت استيقظ بعد أن خدره أفيون عشرية سوداء ألمت به وببلده، لتحتشد الشوارع بجيل جديد كان لابد وأن يولد، جيل انتفض مطالبا بالحرية والكرامة. جمعة بعد جمعة وسقف المطالب يعلو من لالي العهدة الخامسة إلى تتنحى وقاع، ترحلون جميعا. فما قصة حراك الجزائر؟ تشهد الجزائر منذ بداية سنة 2019 غليانا شعبيا سببه الأول تمسك نظام سياسي بالحكم وتشكيلات سياسية مستفزة أعلنت ترشح رئيس حاضر غائب، كانت بداية نهاية حكمه الطويل. جزائر ما بعد 22 فبراير لا تشبه ما قبله. اجتمع المطبلون للعهدة الخامسة بالقاعة البيضوية بالعاصمة الجزائر ذات 9 فبراير 2019، فما كان من بوتفليقة إلا أن يبعث برسالة الترشح. محيط الرئيس وكل هؤلاء كانوا مقتنعين بولاية خامسة للرئيس لا ينافسه فيها منافس، إلا إنهم اصطدموا بواقع جمعة خرج فيها ملايين الجزائريين رافضين استمرار بوتفليقة رئيساً، ليكسروا بذلك حاجز الخوف الممتد على طول العقدين الماضيين. طلبة الجامعات ينضمون للحراك الشعبي تاركين مقاعد الدراسة متنفسين السياسة. رئيس بوتفليقة ومن مصحة جنيف يفوض مدير حملته الجديد عبد الغاني زعلان لإيداع ملف ترشحه في المجلس الدستوري بعد تنحية عبد الملك سلال، متعهدا بتنظيم ندوة وطنية جامعة والانسحاب من الحكم بعد سنة واحدة، ولكن بعد انتخابه لعهدة خامسة. كل ذلك لم يوقف سيل الحراك، بل تصاعدت موجاته رافضا الندوة وما بعد الندوة. ويحيى المغضوب عليه شعبيا تنحى وعين بوتفليقة نور الدين بدوي وزيرا أول ورمطان العمامرة نائبا له. الحكومة رفضها الشعب رفضا قاطعا. استمر الضغط الشعبي على السلطة التي ما فتئت تصدر قرارات لامتصاص غضب الشارع. بتاريخ 26 مارس دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الرئيس إلى التنحي وفقا للمادة 102 من الدستور وإرفاقها بالمادة 7 و8 ردوخا لمطالب الشعب. وبالفعل قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 من شهر أبريل استقالته، ويبدو أن استقالة الرئيس لم تمتص غضب الشارع، وإنما ارتفع سقف المطالب ليصل إلى تتنحى وقع. الرئيس مفروض دستوريا مرفوض شعبيا. عين عشية الجمعة 8 جمعة كانت بعنوان واحد، الاستمرار حتى رحيل العصابة، أضيف لابن صالح بدوي وبالعيز الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري تواليا، ليصبح مطلب الشعب رحيل الباءات الثلاث. الطيب بالعيز رمى المنشفة فسقطت إحدى هاته الباءات، ليزداد هرمون التفاؤل باستقالة الباءين الآخرين. خطابات أحمد قايد صالح كانت ترمومتر المسيرات الشعبية، فضغط الجيش يؤتي أكله تارة وتارة أخرى يستفز الحراك، فيزداد ضغط الأخير مطالبا إياه بحزم أكبر، خاصة بعد منعه طائرات رجال الأعمال من الإقلاع ليتم استدعاؤهم فيما بعد. هذه الأسماء بدأت بسقوط الواحدة تلو الأخرى مباشرة بعد دعوة مؤسسة الجيش جهاز العدالة للتحرك. حداد، ربراب وكونيناف وآخرون استدعاهم القضاء للتحقيق معهم في قضايا فساد، وقبلهم استدعت النيابة العامة الوزير الأول السابق أحمد ويحيى ووزير المالية محمد لوكال للاشتباه في ضلوعهما في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. جمعة ميزها مطلب دعوة قائد الأركان قايد صالح لتحديد موقفه في محاسبة العصابة وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة. ردة فعل المؤسسة العسكرية جاءت سريعة، الاعتقال يطال السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق ورئاسة جهاز المخابرات السابقين بشير طرطاق والجنرال توفيق. وعلى الرغم من أن الشكوك حامت حول صحة خبر اعتقالهم، إلا أن هذه الصور حطمتها كلها. وبعيداً عن سلسلة الاعتقالات، تصطدم كل الحلول الدستورية بواقع الشارع، واقع يرفض هذه الحلول بوجوه النظام البائد. دخل شهر رمضان، الجزائريون يصومون دون بوتفليقة لأول مرة منذ 20 سنة. نوايا استمرار الحراك خلال هذا الشهر بقيت قائمة،
وتحققت فعلا، فالطلبة وكعادتهم خرجوا في مسيرات سلمية يوم الثلاثاء وهو ثاني أيام رمضان، خروج كان ممهدا لمواصلة الحراك الشعبي حتى في شهر رمضان رغم الصيام. جمع رمضانية من الحراك الشعبي في الجزائر، الشعب يتحدى السلطة ويصمد أمام الصيام، مسيرات شهدت تكثيفاً للمطالب والتعبئة الشعبية سيما من الوسط الجامعي، إلى غاية وفاة نبيل أسفران إثر سكتة قلبية، وبعده الناشط السياسي كمال الدين فخار الذي وافته المنية أياماً قبل الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل. حراك رمضان بقي صامداً رغم التضييق الأمني وغلق سلالم البريد المركزي بشعارات لم تنحاز عن المطلب الأساسي في رفض الانتخابات ومنظميها، الدعوة إلى الحوار كانت من النقاط الواجب التوقف عندها خلال الأيام الأخيرة، حوار دعت إليه المؤسسة العسكرية كحل صريح للأزمة الآنية. على الجانب الآخر، المجلس الدستوري يفتي بعدم إمكانيات إجراء رئاسية جويليا داعياً بن صالح إلى استدعاء الهيئة الناخبة من جديد. مطلب الحراك الخاص بالتأجيل يتحقق، ولكن في ظل بقاء بن صالح وبدوي. انقضى شهر رمضان ولكن إصرار النظام لم ينقضي، فبن صالح يرفض التنحي إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في خطابه الذي وجهه إلى الأمة عشية المشهد 16 من الحراك وفي أول جمعة بعد رمضان. فبرغم الحر الشديد إلا أن الشعب ضرب موعدا مع الساحات العمومية من جديد حفاظا على مطالبه المشروعة التي تمسك بها منذ 22 فبراير المنصرم. سنوات عجاف، رداءة على كافة الأصعدة، غضب واحتقان وخيبات أمل سياسية اقتصادية واجتماعية، عقد الشعب العزم على التغيير. جمع من المسيرات السلمية لم يكل الجزائريون خلالها ولم يمل، لتشهد الجزائر مرحلة حاسمة من مراحل تاريخها الناصع، والمأمول أن يكون المستقبل أنصع.